لو الإجابة صح ألف مبروك، التأهل إلى دور الثمانية. لو الإجابة غلط هارد لك، عائلة أندراوس إلى دور الثمانية حتى لو ما جاوبتوش. عايز أحيي العيلتين على الأداء بتاع ماتش النهاردة، ديربي الأليوبية. فنون، والسؤال هو فنون، من هو الفنان الراحل الذي قام بدور كامل سويلم في مسلسل العائلة؟ تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، بطولة عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، ليلى علوي، طارق لطفي، محمد رياض. فنان قدير. عبد الرحمن أبو زهرة. عبد الرحمن أبو زهرة، إجابة خاطئة. إجابتك؟ محمود مرسي. محمود مرسي، إجابة صحيحة. عائلة أندراوس إلى دور الثمانية، ألف مبروك. عائلة سليم، هارد لك. هارد لك. هارد لك. المباراة طارت مع آخر سؤال. هارد لك يا أحمد، هارد لك يا محمد، هارد لك يا شمس. بس عايزة أشكر والدتي الغالية اللي هي لولا ربنا ثم هي ما كناش جينا هنا، وأشكر بابا الغالي اللي دعمنا من أول ما فكرنا في الفكرة، وأخواتي الغاليين اللي هم سندوني في العباقرة ورحنا مع بعض وجينا ورجعنا مع بعض، فشكرا لهم. وشكرا كمان لعيلتي الغالية اللي شجعونا حتى لو هم ما جوش، بس على الأقل هم شجعونا ودعمونا. بشكر حضرتك وفريق الإعداد اللي بجد من أول يوم خالص في التصفيات هم كان ناس رائعين جدا، بشوشة وقمة الاحترام والتقدير، وحتى يعني من أول التصفيات لغاية ما جينا هنا صراحة تعاملهم جميل جدا، ربنا يبارك فيهم. بحييهم وبحيي حضرتك. شكرا لحضرتك. أشكرك كتير. أشكرك. شكرا شكرا. بصي، حاجة مهمة جدا، إحنا برنامج العباقرة بنحب العائلات، بنحب الأصحاب، بنحب المدارس، بنحب الجامعات. يعني احنا كفريق عمل بنبقى مبسوطين بيكم، بنبقى فخورين بيكم، عشان كده تحس ان جوه الاستوديو احنا اصحاب. احنا مبسوطين ان احنا بقينا جزء دلوقتي من عائلة العباقرة. طبعا نورتوا عائلة العباقرة. عائلة سليم، بشكركم جدا جدا على الاداء الجميل في الموسم ده، وهارد لك ليكم. شكرا لحضرتك. نحيي كلنا عائلة سليم. عائلة أندراوس الى دور الثمانية، مبروك. الله يبارك فيك. مباراة كانت صعبة، كانت متكافئة، ديربي ديربي يعني. ممتاز صراحة. وأفضل لاعب كورولوس ب80 نقطة، برافو عليك.